نواجه عقبات كلش كبيرة من خلال ترشيحنا، خاصة احنا المرشحات المستقلات اللي رشحنا من خلال حركات تشرينية. أول عقبة هي المادة، كوننا نفتقر للمادة وللمال، احنا نفتقر للسلطة والمال السياسي، فهاي أهم عقبة نعتبرها وكلش كبيرة احنا نواجهها. العقبات الثانية عقبات المجتمعية، كون امرأة داخلة بالعمل السياسي نواجه عقبات مجتمعية كبيرة، تعرف العادات والتقاليد المجتمعية تحد، والتهميش والإقصاء يحد من التحركات من داخل المجتمع. إنما العقبات الأخرى هي العقبات البشرية أو الموارد البشرية، لأن يعني تعرف إحنا نشتغل من خلال عمل تطوعي داخل حملاتنا، فهذا هم يعتبر عقبة كلش كبيرة نواجهها. العقبات المهمة اللي نواجهها هي عقبات الناحية الأمنية، إحنا لا نحظى بحماية، ماكو مقارنة ما بين إحنا كمستقلات وما بين المرشحات اللي هنا داخلات بأحزاب يعني سياسية، كون يملكون المال والسلطة والنفوذ، يستغلون الدين، يستغلون عملية التسقيط بينا احنا كمستقلات. احنا راح نسعى لحتى نكون كتلة نسوية داخل قبة البرلمان، الهدف الأساسي منها انه تشرع قوانين تصب بصالح المرأة العراقية وتسعى لإعادة المرأة العراقية إلى موقعها الحقيقي. كمية الوعي اللي موجودة حاليا بالشارع العراقي وخاصة بعد احتجاجات تشرين، احنا نعول على هاي كمية الوعي اللي حتوصلنا إلى داخل قبة البرلمان لحتى نحقق الأهداف اللي احنا من خلالها ترشحنا. احنا كمرشحات تشرينيات واجهنا عدة عقبات وعدة تحديات، منها المال السياسي الموجود. أنا اليوم كمرشحة ما عندي بوستر واحد بالشارع، كل حملتي او كل دعايتي الانتخابيه هو النزول للشارع وتثقيف الانتخابي لكل فرد موجود، وسياسه طرق الابواب دا اتبعها. بالمقابل دا نشوف كميه البذخ بالبوسترات وبالمال وتبليط ومحاولات وكذا من بقيه الاحزاب. الان في الساحه موجوده النساء اللي هن ينتمن الى يعني اتجاهات معينه، ونساء مستقلات. الآن تشوف اللافتات والدعايات كلها مستقلة 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 طرح النفس للساحة. طبعا أكو فوارق بين المدعومات من قبل أحزابهم وكتلهم وتياراتهم وبين المرشحات المستقلات. اللي ينتمن إلى جهات معينة يحصل على دعم مادي، على أنه أكو قواعد ثابتة تنتخبهن، توجهات من رؤساء كتلهن أنه انتخبوا المرأة الفلانية وهكذا. يعني أكو خطة لموضوع الانتخابات مدروسة من قبل التيارات والأحزاب بالنسبة للنساء اللي هم مرشحات عنهم. أما بالنسبة للنساء المستقلات فطبعا أغلبهم ما عندهم ذاك الدعم المادي للدعاية الانتخابية، أغلبهم ما عندهم قاعدة مسبقة، لكن بقت هنا على قناعة المجتمع